الرئيسية، وهذه هي أبرز العناوين. كاتب الدولة السابق للشؤون الجالية حليم بن عبد الله يؤكد أن الجزائر تعيش حالة ضعف دبلوماسي بسبب مرض الرئيس بوتفليقة. استطاعة رأي فرنسية تظهر تراجع شعبية الرئيس الفرنسي وتعتبره أسوأ رئيس في تاريخ فرنسا. اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني ثالث وآخر الجزائريين تهديفا خلال موسم واحد في بطولات أوروبية لكرة القدم. أهلا بكم من جديد. أكد حليم بن عبد الله كاتب الدولة السابق للشؤون الجالية أن الجزائر تعيش حالة ضعف دبلوماسي بسبب مرض الرئيس بوتفليقة. انعكس في شكل قرارات ومواقف أجنبية أصبحت تستغل هذه الحالة ورصد أمثلة على ذلك في تعامل فرنسا ودول الخليج مع الجزائر. إلى فرنسا، حيث أظهرت استطلاعات الرأي تراجع شعبية الرئيس الفرنسي فرانسوا هولوند وإمكانية تلقيه هزيمة نكرة في الانتخابات الرئاسية العام المقبل إذ اختاره الاشتراكيون. كما أشار الاستطلاع إلى أن فرانسوا هولوند أسوأ رئيس عرفته فرنسا عبر تاريخها. وأخيرا وفي الرياضة، ارتقى اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني إلى المركز الثالث في ترتيب اللاعبين الجزائريين الأكثر تهديفا في البطولات الأوروبية لكرة القدم خلال موسم واحد برصيد 24 هدفا. كما يحتل إسلام سليماني المرتبة الخامسة في ترتيب الهدافين التاريخيين للمنتخب الوطني ب 23 هدفا. تمت النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. كاتب الدولة السابق للشؤون الجالية حليم بن عبد الله يؤكد أن الجزائر تعيش حالة ضعف دبلوماسي بسبب مرض الرئيس بوتفليقة. استطلاعات رأي فرنسية تظهر تراجع شعبية الرئيس الفرنسي وتعتبره أسوأ رئيس في تاريخ فرنسا. اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني ثالث أكثر الجزائريين تهديفا خلال موسم واحد في البطولات الأوروبية لكرة القدم. إلى اللقاء.